السنة الأمازيغية طبيعة الحال بغينا نحتفلوا بها كما كيحتفلوا برأس السنوات الأخرى بوناني وكذلك عاوتاني رأس السنة الهجرية. ما كرهناش يكون شي احتفالات يكونوا رسمية على الصعيد الوطني مادام أن الحكومة الجديدة حاليا ولينا كنشوفوها كتهتم بهذا الشأن ديال الأمازيغية ولا الطابع رسمي كنشوفوها في المؤسسات الوطنية الرسمية على صعيد الوزارات المحكمات وليتي كتشوف الاسم ديالها بالأمازيغية وبالعربية فهي اللغة ديالنا الأصل وأنا كأمازيغي فهذا افتخار وفرح لي أننا نحتفلوا بذلك اليوم اليوم رأس السنة الأمازيغية. يكون عطلة نبغي يعني ويكون عطلة ويخرجوا الناس ويشوفوا شوية ويمشوا لذلك البلايس اللي كيديروا فيها هذيك التقاليد ديالنا هذاك هو راس السنة ديالنا احنا ديال المسلمين مزيانة بغينا يكون فيه عطلة ان شاء الله. حيت السنة الأمازيغية ضروري خصها تكون عيد وطني لأن الثقافة ديالنا نص المغرب تلقاه شلح هذاك الشيء اللي خصها ضروري تكون عيد وطني. طبعا السنة الأمازيغية ممكن أننا نحتفلوا بها حتى هي وممكن نتخذوها عيد وطني شأنها شأن السنة الميلادية ما دمنا كنحتفلوا بالسنة الميلادية فعلاش لا ما نحتفلوش حتى بالسنة الأمازيغية ونتخذوها حتى هي عيد فلما لا؟ حنا بغينا نحتفلوا بالسنة ديالنا أما البوناني راه ماشي ديالنا أخويا حنا بغينا الأمازيغيين نحتفلوا حتى حنايا بالأمازيغية حتى حنا يعطيونا النهار ديالنا ماشي يعطيونا نهار في البوناني نحتفلوا مع اليهود حنا بغينا نحتفلوا بالأمازيغيين حنا برابرة أحرار حنا ماشي جايين من أسفي ولا من حيينا حنا أمازيغيين حتى حنا بغينا نهار ديالنا كنحتفلوا برأس السنة كل عام فهمتيني ديال السنة الهجرية وخصنا نحتفلوا حتى بالسنة رأس العام ديال الأمازيغ فهمتيني كل عام تا هي وتا هي خصنا نريحوا فيها كما تنريحوا في السنه الهجريه سنه سعيده للجميع وجميع المواطنين المغربيين.